السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم المقابلة باش تكون مسجلة اللي باش نعملوها نهار الجمعة كالعادة حول المشاكل الاجتماعية اللي موجودة سواء في شمال افريقيا او بين قوسين العالم الاسلامي، معناتها كل انواع المشاكل الموجودة وخاصة المشاكل الجنسية والعلاقات الاجتماعية. في هذه المقابلة معناتها من حسن الحظ ان شفنا في المقابلة اللي قبل هذه مرجان اللي هي طبيبة علم نفس، وقبلها شفنا الفيديو متاع كاهنة. وفي هذه الحلقة باش نحاولوا نجمعوا معناتها مرجان اللي هي طبيبة نفس لكي تحلل المشكل اللي هو ماهوش خاص معناتها بكاهنة وحدها، وإنما مشكلة عامة في كل تقريبا العالم الإسلامي بين قوسين، وخاصة في شمال أفريقيا، وخاصة خاصة في الجزائر، لأن نشوف المغرب وتونس هناك شوية من المرونة، بينما في الجزائر الوضع على حسب معناتها المعلومات والأشخاص اللي حكيت معاهم في هذا الموضوع معناتها خلال الأسابيع الفارطة هو مشكل جدا عويس. المهم نعطيه الكلمة المرجان. أهلا وسهلا مرجان. أهلا وسهلا بكم كامل. موضوع شيق خاصة بالجزائر، كي قلت الكلمة أنا تذكرت باللي الناس يحبوا يكونوا يحبوا يديروا الحاجة بالصواب، يعني ما كاش الخرجة من ما كاش المعاشرة بلا زواج مثلا، ما كاش قليل كانت بكري شوية قليل، الناس يحبوا يديروا كلش بالصواب، والشروط كبروا بزاف. المجتمع تعود كامل من هذا الجانب، يعني حتى راحت حتى الهبال من قوت اللي الشروط مزبوطة، والنقط كاينين بزاف ونعاودوا نشوفوهم بالواحد. قلت لك احنا نرجعوا للمشكلة معناتها التاريخية، المسألة التاريخية خاصة بعد الاستقلال متاع الجزائر، يعني هل هذا المشكل معناتها هو حديث وإلا قديم، وهل قاعد يتفاقم توا ولا لا؟ هذه النقطة الأولى. الرحب وسعى بكاهنة، أهلا وسهلا كاهنة. أهلا وسهلا بكم. طبعا معناتها يعرفوك الناس، فهمت اللي تكلمت في الفيديو اللي قبل مرجان، ومعاك الآن مرجان. تحبش تقول كلمة؟ احنا باش نتكلموا على مسألة المشكلة متاع العنوزة بين قوسين في شمال افريقيا وخاصة في الجزائر. تحب تقول كلمة قبل كل شيء معناتها كرد تفاعل على الفيديو الأول اللي عملته؟ ايه الفيديو اللي فات ذاك سمعت تعليقات بزاف، كاين عباد يشتموا، كاينين ما فهموش. الحاجة اللي هكا قلقتني هو انهم خلاو المشكل الرئيسي اللي كنا نهضروا فيه وراحوا المشكل الثانوي يهضروا في المشكل الثانوي. المشكل الرئيسي كنا نهضروا فيه حنا كنا نقولوا كاين نفاق بين المرأة والرجل، والنفاق هذا مش غير بين المرأة والرجل برك، سما قاعدين نعيشوا النفاق هذا في جميع نواحي الحياة، نعيشوا نفاق ثقافي سياسي اقتصادي ديني، سما هذا هو المشكل الرئيسي اللي قاعدين نعانيو حنا منه. ماشي المشكل فيا انا برك وحدي كشخص، اسكو راني نهضر في الحقيقه ولا راني نكذب ولا كيما قاعدين يعلقوا. انا حنا قاعدين انا نشوف حالتنا حنا حاليا تاع المجتمع تاع شمال افريقيا، شوفي حالتنا بالنسبه للحضارات الاخرين، سما احنا في قسم الانعاش، احنا في لارية، يعني لو كان منزل بوس نديروا اسقافات الاستعجالات الاوليه، سمحنا رايحين فناء ورايحين نروحوا رايحين ننتهوا من ناحيه الحضاريه. هذا هو بس التعليق اللي حبيت نقوله. اوكي. حبيت معناتها نسال مرجان، مشكله العنوزه شنو هو معناتها درجه الخطوره نتاعها في الجزائر خاصه، خاطر موجوده في تونس وموجوده في المغرب، وهذا السؤال معناتها نطرحه، يعني ان الناس علاش في الجزائر ما عادش يحبوا يعرسوا، وهل هذه معناتها عدم الزواج معناتها حديثا وقعت، والا يعني بعد سنوات الجمر كما يقولوا في الجزائر، والا من
قبل كانوا الجزائريين هكا معناتها ما يحبوش يعرسوا ما يحبوش يعملوا عائله. كاتينا سرد تاريخي المساله هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي العلاقه الجنسيه خارج اطار الزواج. في تونس عندنا نسبه الاشخاص الرجال والنساء اللي يعيشوا مع بعضهم غير زواج نسبه كبيره جدا حتى في المغرب، بينما في الجزائر نلقاو نسبتهم قليله. تنجمش تعطينا نظره على المساله هذه؟ نقدر نعطي رايي. اولا نقول كهنا كلمه غير صغيره على التعليقات، غير ما تقرايهمش على خاطر بيانفينيو كلوب نقولوا دوك تشوفوا وتوال فيهم ويقدر كريم يهضر لك عليهم. التعليقات ما تعطي لهم راهم ما ي... ما ي... ما ي... ي ريبريزونت با ي ريبريزونت با كامل الناس. فوالا اللي يكتبوا غير اللي عندهم الجراه ولا خاطر عندهم لاغريسيفيتي، مي راهم بزاف اكثر من اللي يكتبوا لك اللي راهم قراوك واستفادوا وما يقدروش يخلوا كلمه خاطر خايفين ممكن. بون على المساله تاع العنوزه، اول حاجه سهله هي اني نقول لك باللي قبل يعني قبل الاستقلال ما كانش كاينه هذه المشكله على خاطر كان زواج تقليدي تقريبا مام عند العائلات اللي يعني كانت قاريه ولا كمام تقليدي، يعني الام والخاله ومنا يختاروا للولد ويروحوا ويقولوا له فلانه ويشوفها تعجبه يتزوج، وكان الزواج قبل من 25 مثلا. وهذه تلقاها عالميا ثاني كانت شائعه، يعني الزواج اللي في الصغر في السن صغير، يعني كانوا في لي زاني في الخمسينات والستينات كانوا يتزوجوا في 23 22، ودركا كي تشوفي اوروبا راهم يتزوجوا كبار في 30. هذه تلاحظها في كل الاماكن. دونك المشكله جديده، هذه الجواب الاولاني هي مشكله جديده، ومقبلك راهي كانت ما كانت هذه المشكله، ولكن الزواج ما كانش حر، كان زواج تقليدي، البنت كانت ما تختارش الولد والولد ما يختار تقريبا ما يختارهاش، يعني يقولوا له فلانه ايه ولا لا ماشي هو اللي عجباته وشافها في الطريق خاطر ما كانش يشوفها. المهم من بعد مور الاستقلال في الجزائر واش صرا؟ صرا البنات قراو بدات الدراسه، كانت بدات الجزائريين كانوا ما كانش المدارس وقاعدين، ومن بعد ولاو بزاف القرايه وصلت للشعب. مال البنات ولاو ماشي حابين يتزوجوا في 18 سنه، حابه تجيب الباكال تاعها، حابه تقرا، حابه تولي استاذه، حابه تولي طبيبه. والزواج من بعد ولات هي تنوم زواج هذاك ولا مشروع شخصي، ولا نكمل قرايتي نولي طبيبه ولا فرمليه ولا كذا ولا كذا، ونختار واحد يقرا معايا ولا نشوفوا له ولا ماشي زواج تقليدي. هذه حاجه. دونك بعدت شويه. من بعد جاوا المشاكل في التسعينات، جات هذيك الموجه اللي طاحت على بزاف الدول وطاحت على الجزائر، طاحت على مصر وطاحت على وحد اخرين، ودركا طاحت فينا في التسعينات اللي الشطيح ما كاش، الرقص ما كاش، الغناء ما كاش، الموسيقى ما كاش، ثاني هذه على كلمه الفرح، ولكن ثاني الاختيار تاع الاخر ملتزم ولا ماشي ملتزم، ملتزمه ولا ماشي ملتزمه، تولي الواحد ما كيفاش يعني المقاييس باش يعرف الى شريك الحياه تاعو الى هو ولد الطفله هذيك الى تعجبه وشكون هي، تعجبني خاطر جميله ولا تعجبني على خاطر عاقله ولا تعجبني خاطر دايره حجاب. تخلطوا لهم، تخلطوا كيفاش نختار الشريك ديالي، تخلطوا بالضغط الاجتماعي كيفاش نخيرها ولا كيفاش نخيره ولا كيفاش يعجبني. كاين بزاف اللي هذاك الضغط تاع من هو شريك الحياه، كيفاش نختاره، عنده المال يظل في الجامع. هذه ثاني نقطه جات بحرت، نقولوا بحرت بتزيرية، يعني ضيعت الناس، الشخص ضيعته من لي روبير، ولا ما ديجا هو ما يعرفش مليح نفسه، وهذه الضغوط ضيعوه في هذا المشروع نتاع الاخر اللي يولي شريك حياتي.
باش نقدر نختاره لازم نكون انا عارف نفسي، وثانيا باش نختاره بارابور لشي نقطو، هذوك النقط تلخبطوا. ثالث حاجه وعلاش صرات هكذا، انا راح نقول لكم كلمه لهذاك واش لقيت. هذاك واش لقيت هو انه البشريه تكبر 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 تكبر، ومن بعد يصراو حروب ولا يجوا ديزيبيديمي ويطوحوا يموتوا الالاف وتنقص شويه البشريه. فوالا البشريه تزيد تزيد، اجي الحرب العالميه تطير منهم شوي ينقص شويه، يجي ايبولا يجي السيدا، يعني العنوسه هذه في الجزائر وفي الدول واحد اخرين كما قالتها قبيله كهينه راهي ظاهره سمبتوم نتاع الموت نتاع امه. فوالا الامه هذيك راهي تنتحر، والامه باش تنتحر باش تموت بشوي بشوي تولي تجيب الاطفال واحد زوج ولا ما تجيبهمش كامل. وهذا ماشي اختيار شخصي، هذا اختيار تاع مجتمع. المجتمع ثاني عنده لا شعور تاعو، الشخص عنده لا شعور تاعو العقل الباطني، والمجتمع عنده ثاني عقل باطني وعنده ذاكره، عنده ذاكره ميموار كوليكتيف، ذاكره جمعيه. المجتمع ثاني عنده هذه الحاجات، من المجتمع راه يعني يموت ومخلي روحه يروح للموت. وعلاش مخلي روحه؟ وعلاش الواحد الشخص يخلي روحه يروح للموت؟ هاو كي تجيه القنطه، حنا نقولوا القنطه لا ديبرسيون الكبت، هذا مجتمع مكبوت ما يبانش عليه، ما فيه عناصر يشطحوا ويغنوا ويحبوا الحياه. المجتمع ذاته الكامل الكبير، وبالك هذيك القنطه وهذاك الياس جاء من هذوك كيفاش نقولوا لي سيكل قرون تاع قرون تاع اغريسيون. الجزائر بلاد راهي دخلوا لها بزاف الشعوب، والشعب الجزائري عاش بزاف بزاف لي اغريسيون من بكري من الرومان طلع دائما يدخلوا فينا شعوب بالسيف يكرازيونا. ما هو الشعب الجزائري ذاكر تاعو راهي رافع عنف كبير، والعنف هذاك لازم ترد، لازم تلقى رد. بصح عيا الشعب في الذاكره تاعو، مانيش نهضر على الاشخاص، فالحكايه راهي طويله ومخلطه مع الهويه ومخلطه مع حريه الشخص، حريه مجتمع. ما تقدرش تكون اذا كل شخص من هذا المجتمع ما هوش حر. كل شخص في المجتمع الجزائري راهو مريض بحاجة مهمة بزاف، هي أنه ما يعرفش نفسه بدون المرآة نتاع الآخر. وهنايا كاش يقولوا هنايا البداية تاع المشكلة. أكل واش قدرت كهينه كي هضرت ديك الخطره، واليوم زادت هضرت بحريه، هضرت على بحريه بلا ما تخمم واش راح يقول فيا جاري او واش راح يقول فلان. هذه هي الفكره تاعي، وماشي غير هي، كاين جزائريين بزاف اوغوزمون، كاين جزائريين وشمال افريقيا كاين فيها بزاف الناس اللي تحروا ويتكلموا، ما هما اقليه، وهذه الاقليه تعاني من الخزره تاع الاخرين، خاطر ماهيش عايشه، لازم تعيش معاهم، لازم الصبح تواجههم. هذه هي الرد تاعي بارابور وعلاش العنوزه درك في الجزائر. اذا بالنسبه لكهنه هي تعتبر يعني من الجيل اللي بعد الاستقلال، يعني الفتره اللي عرفت فيها الجزائر انه كثير من معناتها النساء ولاو يقراو ويوصلوا للباك وقراو بعد الباك ووصلوا للجامعه وكل شيء. هل نسبه العنوسه منتشره اكثر في الجيل هذا اللي معناتها 40 50 سنه، والا حتى موجود في الشباب الصغير؟ يعني هنا نسال سؤال الكهنه، فهمت؟ تفضل كهنه.
لا العنوسه سم منتشره في الجيل تاعي انا تاع الخمسينات والاربعينات. الجيل الصغير كما قلت لك في المقابله اللي فاتت قلت الجيل الصغير برك راهم ما داروا الاحتياطات تاعهم ما على باليش داروا الاحتياطات ولا عندهم عقليه وحده اخرى هما عادوا يتزوجوا بكري صغار اخي قلت لك ما يوصلوش حتى 20 سنه وي بون درك نهضروا على الاسباب اللي هضرت عليهم الاخت مرجان بيان سور اسباب اني معاها كاينه منها واقعيين ثاني كاين حاجه واحده اخرى اسباب العنوسه انا عندي عندي صحاباتي سما في لونتوراج تاعي في المجتمع تاعي اكثريتهم سما طبيبات نعرف واحد خمسه طبيبات من العمر تاعي انايا كاينه دونتيست كاينه وحده مديره سبيسياليتي تاع طب الاسنان وحده تاع الطب الداخلي يعني مديره سبيسياليتي غاسترو وخرين يعني بزاف يعني في دي ميدسان وخرين دي زانفيرميير يعني في العمر هذا نقعدوا نتناقشوا مع بعضنا هكا نقولها يعني على واش هي الاسباب اللي خلتنا ما نتزوجوش هما رايهم يعني هذا النساء هذو يقول لك باللي احنا المراه تسمى كي قرات تسمى تطورت تسمى لا ايفولي كيما نقولوا احنا عقليتها تسمى تطورت تسمى تشوف روحها بلي راهي في المساواه مع الرجل بصح الراجل يقولوا لي بلي الراجل ما كاينش كل مونطاليتي تاعو ما عقليته ما تطورتش يعني الراجل تلقاه متطور من ناحيه من مظهر الخارجي يعني عنده طوموبيل يلبس لامود يسافر يعني عنده مستوى ثقافي لاباس به بصح من ناحيه عقليته ما تطورتش من ناحيه المراه كي جيت هضرلو على المراه يولي يخمم كيما يخمموا الناس تاع بكري تما قالت حنا هنايا ما تفهمناش معاهم باغ اكزومبل تلقاه واحد طبيب مثلا تخرج طبيب سما لاج تاعو عمره يكون في يعني واحد 28 29 30 اللي يدير راس سبيسياليتي يعني يدير راس سبيسياليتي مثلا ما يروحش يدير وحده طبيبه كيفو تاع 29 و28 يقول لك هذه كبيره ومام طون يشوف فيها شغل ممكن راح تقلقو راح ديرونجي راح تولي شغل ند بالند معاه في الحقوق والواجبات يروح يولي يقول لك نو انا ندي وحده صغيره مام قاعده في الدار مام ماهيش قاريه مام هكذا ام سما باش تولي تربي لي الاولاد وما يقوش صراعات يعني هذا نوع من التفكير يعني اللي يعني نسى يشوفوا فيه ثم استقلاليه المراه ثاني سما كيما انايا واللي معايا يعني حاليا انا من الناحيه الماديه ما سما عندي مسكن عندي سياره يعني حياتي لبس بها يعني الانسان يحتاج برك انه شريك الحياه باش في امور اخرى يعني غير ماديات يعني ما هنا ولاد كشغل الراجل يخاف من المراه المستقله ماديا يخاف منها لانها راح تطالب بزاف الحقوق تاعها هنا هما يشوفوا هكا انا راني نقدر نجاوب اني متفقه 100% معك حطيتي صبعك في وين الضر وانا ندخل فيها هذه التقاليد الإسلامية على خاطر عطاو تعريف للزواج اللي هو ماشي تعريف الحقيقي نتاع حياة مشتركة ونعديوها مع بعضنا عطاو تعريف واحد آخر فيها زواج بالمهر فيها بزاف الحاجات هكذاك وحقيقة ما عندهمش أنا راني موافقتك 100% ولو كان نعرف جزائريين رجال يعني عاديين ويعني ماشي 100% كامل الجزائريين كان رجال تحرروا نقدروا نقولوا بلي كان رجال تحرروا من هذيك الفكره اللي رجعتهم اونديكابي انا نقدر نقول كلمه اونديكابي كاينه اعاقه هي هذه الاعاقه هو انه تخلي مراه وحدها كما قالت لك انا عندي مسكن وعندي سياره تخلي مراه وحدها في المسكن التحضر هذيك تسير والمراه هذيك عايشه حياه هانيه تخلي راجل واحد في مسكن وحده يباصي ما يعرف يطيب ما يعرف ينقي ذاك الدار ما يعرف يحدد حوايجه ما يقدرش وقراو كيف وهذه جايه من فكره عندها علاقه مع المراه هي المراه الام
الام كيفاش تربي ولادها. حنا عندنا مشكله بدات بزاف من الام كيفاش تربي الولد، والولاد عندنا يكبروا ماشي مسلكين راسهم كيما البنات. انا دائما نقول باللي الرجله في الجزائر كما كانوا يقولوا، والولد معزوزه والولد سبع والولد مفشش مماليه يحبوه ويطلعوا به، والطفله يحقروها وتخدم. دائما نقول لهم هذاك راه كادو امبوزوني، هذاك راه كادو امبوزوني للولد. ودائما نقول للولد الجزائري غير نكثر، على خاطر يقولوا له انت هو الشفتان وهو المخير، ويرجعوه معوق بهذيك الطريقه. طفله يقولوا لها سلكي راسك، مشي غسلي حوايجك، خد اقراي جيبي الباك وامم تعاوني في الدار، وهذيك راه محروها. فهذه الفكره انايا كنت دائما ندافع عليها. بالفعل. لكن هنا نطرح مشكله اخرى اللي طرحناها المره الاخرى، فهمت؟ المشكله هي معناتها ربط العلاقه الجنسيه بالزواج. ما فهمتش شنو علاقه الزواج بالعلاقه الجنسيه، انا هذه ما فهمتهاش. هو احنا الجزائر كانت دوله دائما الناس تاعها في التقاليد متدينين، وعندها هذه تلقاها في دول اخرى. في فرنسا كانت كيف في فرنسا مش 2016 توا، لا فوالا مي راني نقول ايه. وعندنا عندنا 200 سنه فرق، هذا ما كان، ولكن يعني حاجه عاديه برك غوتاغ، ماشي حاجه يعني قليله وما صرات، حاجه عاديه. الفرق هو انه روتاري صح، كاين غوتاغ صح، ولكن ماشي حاجة يعني نحوسو نفهمو، يعني صعيب صعيب التحليل ديالها، ماشي صعيب التحليل تاعها. في فرنسا كانوا العلاقات خارج الزواج في الثلاثينات الربعينات وحتى الخمسينات والستينات قليل بزاف، والطفلة والولد إلا خرجوا مع بعضهم وسمعوا الوالدين توتويت يزوجوهم توتويت. يعني حاجة هذه كانت صايرة في الدول الأخرين، في بلجيكا كيف في أنجلترا باختو، برك الجزائر يعني. وعلاش الجزائر ما زالت؟ إيوا خا قلت لك حنايا الجزائر راهي يصراو فيها لي زاغريسيون كثر. حنايا رانا تحررنا غير 62 راهي قريبة في حكاية مجتمع. أنا عندي يعني غوتاغ، والغوتاغ هذاك باين منين جاي، جاي من أنه ما قدرناش نطلعوا راسنا. الجزائر كل ما تطلع راسها من تحت الماء راهي كانت تغرق، كل ما تخرج راسها باش تتنفس تاخذ ضربة. دخلوا فلان والرومان وهذه والعرب والترك، كل ما تخرج راسها باش تلقى نفسها تاخذ ضربة فوق الراس. دونك هذا يعني هذا التحليل باش نلقاو علاش عندنا متاخرين في هذا الميدان. هذا التاخر راهو ماشي حاجه خطيره كيما العقده. انا العقده هي اللي تخوفني، اما التاخر هذيك العقده كيفاش؟ مثلا البنات قراو، انا راني قد كاهنه تقريبا، قرينا وقراو بالبزاف البنات، والولاد قراو وحتى الرجال ولاو بداو يتحروا، وانا نعرف منهم. المشكله اللي مخوفتني ماشي هذيك، المشكله اللي مخوفتني هو لا ريغريسيون اللي جات مور الصدمه تاع السلفيه. يعني ولينا اللورا وفتنا امهاتنا وين كانت، ولينا اللورا ولينا بلو لوا وين كان تما. ها هذه باغ كونطخ انايا هذه تخوفني، خاطر لو روتار اللي كان عنده علاقة مع تاريخ الجزائر مفهوم ويتعدى، ولكن هذا ماشي روتار اللي راه صايرنا درك، اللي راه صايرنا مرض نقدر كيفاش نقولوا، اتاك راهي الناس يخافوا يفكروا، الناس يخافوا يخموا. كاهنا غير تكلمت بحرية هم طاحوا الناس يسبوا. وجاني مثل واحد آخر هو 72 كاسبة، هو جزائري عنده قناة في يوتيوب، ويعني وعي الناس، تكلم على مشكلة صارت تاع واحد إسكرو، هذه حاجة عادية تصرى في كل الدول. يعني هو تكلم عليها باش يوعي الشعب ويقول لهم هذا إسكرو
كانوا بزاف اللي قالوها طاحوا عليه، طاحوا عليه بزاف التعاليق تاع السبان، ودار فيلم واحد اخر فوالا. يعني لا لا لا، هذه الحاجه اللي تخوفني، الحاجه اللي تخوفني هو هذا لا ريغريسيون اللي راهي صايره. اما التاخير الاولاني اللي عنده دي ريزون، عنده وليت ما نعرفش نهضر، الاسباب، عنده اسباب تاريخيه، هذاك راهي ماشي مشكله، خطر يتطور يخرج الواحد ويكبر كما الطفل الصغير كي يكبر. مي هذا الرجوع للوراء راه ماشي كيما واحد صغير ويكبر، راه كي واحد كان لاباس عليه هو مرض. على ذيك قلت لك راهي الكلمه تاع كاهينه قبيله، تاع رانا في لاغانيماسيون درك، رانا في حاله تاع راح نموت ورانا في اخر درجه، كلمه صحيحه. هذا راه ما عندوش علاقه مع الماضي تاع الجزائر، حاجه جديده. ذيك خطره ثانيه قلت انا هذا رايي سيغ، الجزائر كانت عندها تاريخ وعندها تاخير وتمشي على رجليها بالعقل، ولكن هذه راه مرض ماشي ما عندوش علاقه مع هويه الجزائر ولا مشكله الجزائر. باهي، انا حبيت نعرف مثلا، نسال سؤال كهنه سألتوا لها رغبة اللي مرة أخرى، ما هي الأسباب اللي تخليك لا تعمل علاقات جنسية حتى تلقى راجل؟ شنو الأسباب اللي تخليك ما تعملش علاقات؟ يعني تنجم تعمل علاقات جنسية مثلا أنت عمرك 30 سنة ما لقيتش راجل، معانا نعرف علاش، شنو الأسباب اللي تخليك ما تعملش علاقات جنسية؟ معامل لا، هي ما تنسأل فيها، هي مع رجال. ما انا كريم تقبل قلت باللي كاين سبب علاقه بين الاسلام، بين الدين وبين الناس ما يديروش علاقات جنسيه. بيان سور انا معك، بيان سور هذا هو السبب الرئيسي، الدين يعني السبب الرئيسي. السبب الرئيسي هو انه الدين يمنع، يحرم الزنا. على هذا سبب رئيسي، على هذا الناس سواء نساء ولا رجال ما يحبوش يديروا علاقات جنسية. وكاينين اللي يديروا علاقات جنسية، ما نقولكش ما كانش، بصح انا نهضرلك يعني على ليكا كاينين. يعني انا كي هضرت المرة اللي فاتت، تسمى انا نشوف نساء، حالة نساء يعني حالة مزرية، يعني سبتو هذا النساء اللي كيف لاج تاعي وما تزبزوش. نقولك انا نرجع لك نفسي انايا، انا يعني نقولك صراحه، انا حاولت باش ندير علاقات جنسيه، حاولت يعني باش ندير علاقات عاطفيه وما نجحتش فيهم بسبب العقليه هذه. عقليه شكون؟ عقليه الراجل، عقليه تاع الراجل. عقليه الراجل مثلا، انا واحد عندي عندها بزاف، واحد 5 سنين ولا قمت يعني بمبادره، يعني قلت ان عندي واحد، تلاقيت بواحد السيد، يعني كنا في اون جورني ميديكال، تاع اون جورني ميديكال نديروها على بلوزيغ تام في لا ميديسين، تسمى الطب. تلاقيت معاه وعجبني وحكيت معاه وكي هضرت معاه قلت له باش ننفيتيك، باش يعني ننفيتيه للدار تاعي يجي عندي ندير معاه كونيسونس ومن بعد نشوفوا العلاقه هذه وين راح توصل. دا هو قال لي ما حققش هذه الهضره، هذه عيب عليك. قال لي اول راكي مراه، نورمالمون ما تهضريش انت الاولى. ثانيا قال لي يا حرام في الدين تاعنا، هو كان لابس كوستيم، يعني ما كانش لابس سلفي، يعني مدير لحيه ولا، وكان زي هكا. انا بعد ما نقولوش الهضره هذه وكان نورمال. قال لي انا راني نلبس هكا، قال لي بصح انا نخاف ربي، قال لي انا هذه حرام، انا كيفاش تقولي لي اروحي للدار تاعي وتشرب قهوه؟ قال لي هذه تسمى انا راح ندخل في الحرام. اسمح لي كريم تفضل نسمع فيكم، انا باش نقعد نسمع فيكم. جو روبوندي، انا كي كنت في الجزائر ما كانش عندي حتى علاقه مع الدين، بيسك انا يا ملي كنت صغيره يعني ما راي ما غير نقولوا حتى وانا في صغيره، ماشي حتى، ولكن الدين ما كنتش في
ملي كنت صغيره ما كنتش نامن باللي ممكن كاين الجنه ولا النار ولا دونك ما كانش عندي فكره تاع زينه ولا ماشي زينه فوالا ما كانش عندي حتى ما كنتش مسلمه كي كنت في الجزائر وكنت صغيره اي بورتون ما كنتش نخرج مع جزائريين وعلاش على خاطر الجزائري في ذاك الوقت تاعي انا اللي قاريين معايا وكاين الناس اللي متحرينه بصح ماشي هما الاكثريه الاكثريه الكثره منهم تقول لك تقول تعرفيه تقول تخرج معاه هو بالذات غدوه من ذاك يقول لك خرجتي معايا سكنتي يا عاهره انا يا كنت نقصر مع حباباتي نقول لهم شوفي اتي ريسكي بيريل تحبي تخرجي الا لقيتي فرنسا ولا امريكاني ما نخافش عليك بصح جزائري ردي بالك خاطر هو بذاته غدوه يروح يقول لهم هذيك راني خرجت معاها هذيك ماشي بتفاميليا وهو خرج معاك دونك التربيه تاع الاولاد دايره وهذه ما عندهاش علاقه قلت لك ماشي غير مع الدين بيسك انايا ما شدنيش الدين انا ما شدنيش الدين وما خرجتش مع جزائريين انت قلت وعلاش ما ديريش علاقه جنسيه وخلاص يا كريم انايا ما نقدرش ندير علاقه جنسيه مع واحد نقدر نفكر باللي غدوه من ذاك يسبني ما نقدرش لازم نخمم بلي غدوه من ذاك يفرح لي ولا يشوف لي بابتسامه يا لو كان نتفارقوا ولكن ماشي يسبني على الحاجه اللي درتها معاه هذه حاجه كبيره وهذه كاينه منها في الجزائر كاينه دونك على ذيك قلت لك معامن تقدر تدير معامن لازم تكون سيغ بلي هذاك الانسان ماشي راح يدور عليها هذه حاجة مش عادية كاين ناس ملاحة ولكن ماشي الكثرة بالعكس الأقلية بالفعل يعني أنت كاهنة الحاجة اللي منعتك هي الدين لا ماشي الدين برك يعني أنا يعني الدين اللي في عقلية الراجل زاد أنا لمنت أنا عقلية الرجل أنا ماشي أي لكن عقلية الرجل سمحني عقلية الرجل ما جاتش من السماء توا قالت مرجان على انها التربيه يا اخي اللي تربي في الولايه هي امراه اللي تربي في الولايه يعني كيفاش ما انت تربي الولايه فهمت باش تردوا ضد النساء يعني امه تقول لي انت يعني يغزر لها عاهره يعني يغزر لامه عاهره يغزر لاخته عاهره كيفاش الام تربي ولدها باش يشوف نساء عاهرات سمحي لي الاخت اسمح جوستمون الاخ كريم سما لي ديرني طون هادو في العوام هذه الاخرانيه انا سما قاعده نشوف مثلا النساء اللي يلبسوا البرقع سما كثرت الظاهره هذه في المنطقه تاعي هذه على خاطر الراجل يشوف المراه اللي تلبس البرقع برقع مع نقاب ولا برقع بلا شي نقاب يعني المهم يشوفها تلبس هذا اللباس هذا راهو يشوف فيها بلي راهي مليحه بلي راهي مراه طاهره ثم حتى ولو ممكن تكون تصرفات تاعها ماهيش مليحه المهم يشوفوا المظهر انا اللي دغني طون نشوف بزاف البنات يعني انا كي نهضر معاها ما عندها حتى علاقه مع الاسلام يعني ما تعرفش خاص الدين تاعها نهائيا تلقاها ممكن تصرف تصرفات لي حدا مش متحجبة ما تديرهمش بس هي كي من هي في نظر المجتمع راهي مليحة وتقريبا يعني يستعملوه كالبرقع يساعدوا يستعملوه كطعم يعني باش يزوجوا به ويعني والرجال يعني راهم مش يعني يشجعوا في الظاهرة هذه ماذا بهم يشوفوا نساء كاملة لابسين البرقع يعني وكاين ثاني مش راح نقول لك ثاني مسألة تاع اللي هضرنا عليها تاع قبيلة تاع القضاء والقدر هذا تسمى نقول حاجة أنا يعني الحاجة اللي خلتني بديت نشك يعني أنا بدأت خلي الشك يعني وتقريبا بديت يعني نبحث في هذه مسألة تاع الإسلام وتاع الله وتاع يعني أسكو يعني كينا منعه ما كانش منها أنا الحق سما هنا وين بدأ الشك تاعي يعني قاعدة نقول يعني في بالي يعني كيفاش يعني أنا كنت نؤمن إيمان بالله إيمان عذاقل كما نقولوا أعمى
ايه كنت يعني ايمان تاعي ما تقدرش تصورها كيف ما الايمان تاعي قوي بالله. وبصح يعني نهار وين انا عدت في سن اليأس يعني باش ما نقدرش باش نجيب ولاد، ثم رحت على نفسي السؤال، قلت يعني الاله هذا اللي طول عمري وانا نعبد فيه ونهضر معاه يعني ونطلب منه باش يوفقني، عمره ما استجاب الدعاء تاعي، ودرك انا ما نقدرش نجيب صغار، يعني فما ذنبي يعني انا يا فما ذنبي يعني الله ما كانش قادر يعني باش يعني كما يقولوا هما اقعدي في الدار حتى يجيك مكتوبك يا اخي، يقولوا هكا يعني خاصك حنا الناس هادو اللي قاعدوا ما زبزوش كل راهم يمنوا بالكلمه هذه تاع اقعدي في دارك درك يجيك مكتوبك. اذا ما قعدتش في دارك انت خرجت تقرا يعني هما قصدهم يعني فو با فير دي غولاسيون، ما ديريش علاقات جنسيه ولا عاطفيه، اقعدي ترونكيل احكمي قدرك برك راه اللي كتبه لك ربي يجي طبع الباب، هذه هي لا مونتاليتي. اي لكن الحديث اللي قال هذه المساله امكثوا في بيوتكم فهمت هذه يقصد هو يقول لك علموا النساء فما حديث المغزل فهمت ولا تعلموهم ركوب الفرس مثلا، يعني المراه في الاسلام مجعوله باش تقعد في دارها ما تخرجش وما تمارس حتى شيء حتى يجي مكتوبها كما يقولوا. وش يقول الحديث واحد آخر؟ يقول لك المرأة لها خرجتان، خرجة من بيت أبوها إلى بيت زوجها ومن بيت زوجها إلى القبر. هذيك هي بعد على يقولوها. نقدر نعطيكم رأيي؟ كملتي كهنة؟ خليها تكمل كنت حب. كملي اسمحي لي كهنة. معليش المهم قلت لك انا هنايا من هنا باسكو يقول لك سما كيما اللي يهضروا على الاسلام وعلى الايمان بالله وبالرسول وبهذو يقول لك باللي راهم يتزدوا فيكم باغ اكزومبل قناه تاع مثلا تاع رشيد المغربي ولا تاع ذاك اسماعيل ولا تاع تاع تاعك انت الاخ كريم ولا تاع الزهر بالالحاد يقول لك ما يتزدوا فيكم ما كانش منها باسكو كيقول لك هضر لك انا على الله ويهضر لك على الاسلام ويهضر لك على المكتوب وعلى الجنه وعلى النار، لكن انت تحب تطبقهم على روحك في حياتك اليوميه، شوف تراه اسكو الشيء اللي قالوا لك هذا صح كاينه منها ولا ما كانش، ما كانش منها يجي واحد منها يدبر عليك، كيما انا واحد ما دبر عليا قلت لك انا قاعده نشوف قلت سبحان الله الله هذا مش قاعد يشوف فيا مش قاعد يشوف في العذاب تاعي اللي راني عايشه راني نعيش فيه، ما يقدرش الاله هذا ينصرني، ما يقدرش الاله هذا يحس بيا يسمع الدعوة تاعي يبعث لي الراجل اللي نفتش عليها هنايا ما يخلينيش هكا نوصل سن اليأس وما عنديش الولاد ما نقدرش ندير انا الولاد في الحرام كما قلت لك المرة اللي فاتت، ما ذنبي انا وغيري من نساء ما ذنبنا نحنا يعني تخرجنا نعودوا في سن اليأس وما يكونوش عندنا ولاد واش ذنبنا وراح الاله هذا على ما يتدخلش على ما يديرش العدل سما هذه اللي تخليك تشك في الايمان تاعك وتشك في وجود الله وتشك في اي كلمة يقولوها لك على الاسلام ولا اي حاجه من هذا النوع هذا، اسم الانسان يزيد يقوم بتجربه في حياته ما يقول لي حتى واحد، انا نهار وين يكون عندي ادله على وجود الله وبلي راه استجاب ليا ثم انا يكون عندي ايمان، كي ما يكونش عندي راني في مرحله البحث والدراسه فنوصل للحقيقه، ما نتبنى لا افكار الملحدين ولا افكار المسلمين ولا المسيحيين ولا البوذيين، انا كي نطبق في حياتي ونشوف تجربه بعينيا ثم راني نقول راني مسلمه ولا مانيش مسلمه ولا حاجه في الداخل هذه هي. وتفضلي يا الاخت مرجانه ولا الاخ كريم. صحيتي كريم انا عندي شي نقط صحيتي يا راني شديت ثلاث نقط مهمين، الاول هو النقاب والحجاب ونقسموا المجتمع على زوج النساء والرجال لو مال لا فيميل كاين غير دو سكس في الدنيا اومي فام فوالا تقسموا على زوج و مانيش عارفه وشكون. المهم جات واحد الفكره اللي هي انه نصف تاع هذا المجتمع يقدر يهبل النصف الاخر باللي الراجل لو كان يشوف مراه لابسه عادي يهاج ما يعرفش يشد روحه سو كيفي الفكره سامبليست الفكره سهله احكم هذا العضو تاع المجتمع المراه وديرو داخل علبه او نقاب هاو النصف الاخر تاع المجتمع يتهدن ما يخرجولوش لي زانستان الغريزه تاعو هذه يعني فكره ما نقدرش حتى
نتخيل كيفاش قعدت تمشي قعدت تمشي مال الوغ كو دركا راه الواحد يخرج في اوروبا ويشوف باللي الرجال يمشوا والنساء عرايه قدامهم والراجل تلقاه يخدم وعادي نورمال. ودرك كاين العلم الطب يقول لك باللي لا شوف بلا علم بلا طب هذا الراجل اللي اختار مراه لابسه نقاب يقول لك خاطر هذه صافي ناس ملاح هو بذاته لو كان توقف وحده مراه لابسه ميني جيب يدور عليها يغتصبها يقول لك لا لا حاشا انا ما نديرش هكذاك مالا وشكون شكون اللي طيح على المراه اللي ماشي دايره حجاب ولابسه ميني جيب شكون يعني الجزائري او الاخر من نهضر على الجزائر الجزائري اللي دافع على فكره انه مرته ولا اخته لازم تدير حجاب هذاك جزائري راهو يسب في نفسه راهو يقول باللي انا حيوان راهي يسب في نفسه وعلاش على خاطر هو يقول انا يا مرتي ولا اختي نحبها تلبس حجاب على خاطر برا رجال يقدروا كيفاش يقولوا يتزعزعوا وكل واحد يقول ماشي انا ولكن جاري ولكن الاخر كل واحد يقول الاخر 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 وشكون هو هذا الاخر شكون فهمتوني ولا لا لا ما هذه راهي فكره خبيثه تقسم المجتمع يعني تدخل في اللاشعور على المجتمع الجزائري ان الجزائري حيوان باللي ان الطفله اللي لابسه عريانه راهي قابلة أن تغتصب يعني طفلة قالت أي اغتصبوني هذه فكرة قديمة كانت كاينة في الدول المعوجين ثاني وراهم جايبينها ومخلينها هذه فكرة خامجة وفاسدة يعني ما هو علاش الحجاب شبايلا فهمتوني علاش الحجاب خطر فكرة الحجاب راهي سبة ستنسلت vis-à-vis de l'homme اما الطفله حليه حبيت حجاب هذا ما كان هات نلبسو ونروح ندير حياتي وندير واش نحب بصح الولد اللي لازم له حجاب هذه فكره خطيره فكره حيوان فهمتني كان واحد الكلمه هنايا في اوروبا يقول لك المسلمين ما صابوش حل واحد اخر باش الرجال تاعهم ما يغتصبوش النساء تاعهم داروا لهم حجاب حنا لقينا فكره احسن ربيناهم تربية ربيناهم باللي الأولى الفكرة الثانية أنت علم مرة قعدي في البيت وقعدي ترانكيل ويجيك المكتوب ديالك هذه ثاني فكرة خبيثة أنت قولها أنت يا بالعربية سي اون تري بون ايدي بور باراليزي لا موتيي دو لا سوسيتي باراليزي اي هي فكرة معناتها باش تعطل نصف المجتمع ايه نصف المجتمع اللي هو الإناث هما النساء هذه سي بور باراليزي هذا ما كان في الحقيقه ما تجيك والو الا ما تخدميش بيديك وما تلقايش راجل الا ما تخالطيش الا ما تخرجيش الا ما تلاقيش كنا وهنا وهنا لازم الواحد يتخالط اما الزواج التقليدي ماشي زواج اللي فيه اختيار نساء بيناتهم في الحمامات يشوفوا بعضهم ومن بعد يهضروا للرجال بصح هذه حاجه قديمه وعندها علاقه مع التراب عندها علاقة مع القسمة تاع التراب وقديمة أما الزواج تاع الواحد يخير شريك حياته راهي ما تجيش وانت قاعد في بارك في الدار ديالك ولكن منين جاية هذه الفكرة تاع أبركوا وقعدوا في دياركم راهي باش تقسم باش النص تاع المجتمع يقعد بارك ويتحرر ويخدم شوف كاين أنا عندي هذه كل بوليتيك أنا عندي كاين مجتمعات حابين أنه المجتمع تاعنا يقعد معطل وراهم يساهموا باش يخلصوا الشيوخ يهضروا باش الخوف يكمل باش المجتمعات تاعنا تقعد باركه النساء تاعهم في الديار والنساء راهم عندهم عقل والنساء راهم يقدروا يقولوا طبيبات يقولوا يقدروا يقولوا انجنيورات يقدروا يلقى النساء يبداو يتحرروا يبداو لا سوسيتي اكل تتحرر وتفوت فهمتوني ما لازمش الوغ لازم تبرك في الدار اخر نقطه آخر نقطة هي الدعاء
الدعاء اللي يجي وحده كيكون واحد مريض ولا هذاك ما نهضروش عليه، هذاك ما نهضرش عليه، نهضر على الدعاء تاع الواحد اللي يكون لاباس عليه ماشي في الشده، لاباس عليه ويا من حقيقه باللي كاين دعاء وكاين واحد الفوق ولا التحت ولا يسمع هذاك الدعاء. انا يا هذه فكره الدعاء من الصغر تاعي ما كنتش نامن بها على خاطر فكره انجوست ما فيها حتى عداله، حتى على عداله. وعلاش كنت اخمم باللي ما فيها حتى عداله؟ على خاطر كنت نشوف ذراري يتولدوا معوقين، واحد في عمره 5 سنين ورجلو دايره للور، ويمه تظل تدعي صباح وعشيه كامل دايره للور، ومن بعد يقول لك وبصح هذاك دايره للور هذاك باش يمه دير امتحان صافي نمتع. الام هذيك ما درت والو بصح لازم تمتحن باش تربح الجنه، صافي زادت وكبرت اكل وتمتحن اكل باش تربح الجنه، وباش تربح الجنه يعوجوا لها وليده ويخرجوا له رجلو عوجه وقلبه مقلق ويموت في 6 سنين. وهو وشنو ذنبه؟ وهو يعني ولا شيء في يد خالق يستعمله باش يعذب شخص واحد اخر، باش هذاك الشخص واحد اخر يتعذب ويربح الجنه ولا ما يربحهاش. هذه فكره مستحيل نديرها في كائن يكون خلق الكون، مستحيل، لانه كائن شرير وهذه مستحيل. الواحد اللي يكون يامن برب ما يقدرش يخمم يكون شرير، اي بورتو هذه لا لوجيك، ولا لوجيك حبست عندنا خطر ملي كنا صغار، ملي خرجنا من كرش امتنا يحب عندنا كونديسيونمون باش ما نفكروش، نخافوا من التفكير، وكي بدا يتسلسل التفكير كما راه عند كاهنه مسلسل راهي تفكر بحريه، هي تحس روحها انسانه كامله ولكن انسانه ضحيه، والضحايا راهي ما تتحسبش، راهي الجزائر كل راح تولي ضحيه، والمغرب والمغرب يعني لو ماروك وتونس ومصر وكامل، ورانا في في في, في صاله الانعاش ولا كيفاش يقولوا، على خاطر كامل ضحايا. والفكره الاولانيه في هذه الثلاثه اللي راني قلتهم، الفكره اللي راني حابه نضغط عليها الا سمحتوا لي، هي فكره خاطر تبان سهله وهي تبان صعيبه وهي راهي سهله، هي الفكره نتاع ما هي حقيقه حجاب المرأة. ورا ما هي حقيقة حجاب المرأة؟ هنا أنا نسأل كاهنة، بفكرتش أنت تلبس الحجاب؟ يعني مش تعمل كيفهم، يعني أنت قلت الحجاب يعني يستعمل من أجل مثلا الزواج ولا من أجل تظهر أنها يعني طاهرة، أنت ما فكرتش مثلا تلبس الحجاب ولا حتى تلبس النقاب مش تلقى راجل؟ لبست الحجاب، انا لبسته ما خرجش عليا، لانه السم من داخل تاعي شخصيتي يعني ما تتفقش مع الحجاب يعني، يوم بليس انا كي لبسته يعني مش مقتنعة به، تقريب خوف يعني لبسته خوف، ويعني ما يعني كنت مقلقة يعني ما كانش تحس انك مخنوقة، انا كي لبسته حسيت روحي مخنوقة يعني ما حسيت كلي انا انسانه واحد اخرى مانيش انا هي، ما قدرتش نكمل. قداش لبستو؟ قداش؟ مش بزاف، ممكن عام عامين. ونحيته؟ اي. وكيفاش نظرت الناس وقت نحيته؟ ايه انا ديما نسمع يعني عليها، نقول لك عليها، قلت لك انا يا المجتمع راه ما يرحمش يعني، يشوف بين صغ نظره سلبيه يعني، يقول لك يعني بزاف اللي نحاو يعني ماشي غير انايا، كاينين اللي يلبسوا نحاو النظره تاع ما يعني يهضروا نهار الاول يقول لك علاه، ويجيو يسقسيوك العباد وكيفاش وعلى نحيتي وهكا ومناوي، بصح مع الوقت ينساو يعني. ثم شكون يطرح مساله العنوزه في الجزائر او في شمال افريقيا بصفه عامه، يقول لك علاش معناتها ما نسمحوش بعدد الزوجات؟ اي شنو رايك في الفكره هذه؟ انت تقبل انك تكون امراه الراجل ثاني، امراه الراجل عنده متزوجه؟ ما نقبلش يعني حتى كان تلقى الراجل اللي تحب عليها؟
ما قبلش انا ما... انا ضد فكره تاعت الزوجات هذه انا ما... لكن هذه موجوده في الاسلام. ايه على بالي موجوده هي بس حنا ترك الراجل حنا هي في الاسلام بصح يعني حنا انا نشوف الرجال تاعنا نشتبع بزاف عباد عاودوا الزواج يعني خاصه الاغنياء نتاعنا عاودوا الزواج يعاودوا الزواج راحوا داو صغار مثلا مرته 40 سنه يا اخي دي تاع 20 سنه ما يروحش يدي وحده كبيره العمر فهمتني يعني انت تشوف مع تعدد الزوجات ما يصلحش زاد انا ما انا ما نتقبلش انا يا هذه انت المره الاخيره قلت لي انت تفركس على راجل متحرر ومسلم هذا معناتها سؤال معناتها حيرني اي يعني يعني كيفاش يكون متحرر ومسلم مستحيل تناقض والله يا شوفي الاخت مرزانه انايا نهضر لك عني على نفسي انايا شوفي نقول لك حاجه انا جينيرال يعني انا عندي فكره مش مليحه على الراجل يعني ونخاف منه بزاف انا قلت لك ديما نقول الاخ كريم ممكن انا يعني التجربه تاعي شويه يعني انا كي نهضروا عني شخصيه يعني ثم نرجع سورتو لو بار تاعي يعني الاب تاعي ما كانش بيني وبينه تفاهم وهو اغريسيف يعني اللي اغريسيف ما سورتو مع النساء مع البنات يعني انا تقريبا نخاف باش نمد رقبتي لواحد راجل نخاف انا نقول يعني في عقليتي نقول واحد مسلم يعني ديما يعني نقدروا نقولوا فيه نوع من الرحمه لا 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 المسلم عنده الدروا يضربك في الدين تاعو يضربك العكس المسلم هو اللي عنده الحق يضربك في الدين تاعو يقول له تقدر تضربها يجو السي علاه قلت كان انا بعد انا كي كنت انا ضربوني بيان سور بس اما العكس العكس تناقض باش يكون مسلم وحر او ميم طون راه تناقض صح نقول لك انا يعني الا حبيتي ما يضربكش لازم تديه يحبك هذا ما كان يحبك هذا الزواج الواحد هو لازم تتحبه لا هي الاخت انا مساله الحب هذه انا ما نمنش بها يعني ما اني ابخي لزيتو تاعي توسا ما نشوف باللي الحب هذا ماهوش ما نعرف انا جاتني غير في فيلم وف بصح في الواقع لا غلاسيون انتر لومي لا فام حاجه واحده اخرى يعني ماشي على خاطر راكي خاطر راكي في مجتمع مريض ولكن الحب كاين هو كيفاش نقول لك كتلاقي مع الاخر وتتشوفوا تجي واحد الفكره في الراس باللي تقولي نحب نشوفه غدوه نتوحشوا هو يقول نفس الشيء توحشتها تحب تولوا تحبوا تشوفوا بعضاكم تولوا تتوحشوا لكم تلاقاوش تولوا تشوفوا بعضاكم كلي راكو تعرفوا روحتكم عندكم 20 سنه وانتم راكو عندكم برك شهر هذا هو الحب تولوا ما تقدروش تعيشوا بلا الاخر تولوا انت كي تقولي حاجه الاخر يفهمها توت سويت سي الحب حاجه كاينه وحاجه عاديه ماشي حاجه خارقه في الافلام يزيدوا لها ويكثروا لها ولكن في الواقع كاين ولكن لازم الواحد يكون ماشي مريض يكون لازم صحيح وعندها علاقه في الشيمي في الكيمياء عندها علاقه كاين واحد الحاجه اسمها لي فيرومون يمشوا ولا ما يمشوش يعني كيمياء مواد كيميائيه تطيح في, 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 في الزوج وتعطي الرغبه هذيك معدتك عندها علاقه مع الجكس ولكن كلمه حب راهي عندها واقع الحب كاين منه وفي الجزائر كان كاين والعشق كاين والغناء الشعبي تاعنا يغني عليه وما نقولوش باللي حاجه جديده الحب العرب يعرفوا يحبوا الجزائريين يعرفوا يحبوا الامازيغ يعرفوا يحبوا والبنات يقدروا يطيحوا في الحب والرجال يقدروا يطيحوا في الحب والعشق هذه حاجه قديمه وخرجت من اللي خرج الانسان انا حبيت نقول لكم قبيله على كلمه المراه الطاهره خرجوا الموضه باللي المراه الطاهره وشنو معناتها طاهره ديجا المراه الطاهره صافي لازم تكون طاهره بيغ لو بيغ يعني وشنو ما جاوهاش افكار يعني طفله يعني بنت صغيره يعني قبل البلوغ وشنو هذه طاهره وشنو معناتها طاهره دوزيامون المراه الطاهره لازم الحجاب غدوه كي تلبس الحجاب المراه الطاهره لازم دايره الحجاب وما تضحكش ومن بعد لازم لابسه الحجاب وما تضحكش وما تغنيش وما تشطحش ومن بعد تيكي نحو علامات الفرح وتولي المراه الطاهره هي المراه الحزينه بالحجاب وحزينه
هذه حاجة ماشي جديدة. حكموا لي سوغ لي سوغ اللي عند الكاثوليكيين نفس الشيء، هذه حاجة قديمة برك. احنا في الكاثوليكيين داروها جماعة ما يتزوجوش ويقعدوا هكذا، احنا حبوا يطلصوها في النساء الجزائريات الكل. المرأة الطاهرة يعني المرأة الحزينة هذه هي كي تروح بعيدة، ما كاش منها كلمة مرأة طاهرة، ما كاش منها. كان مرأة عندها شخصيتها وتعيش حياتها وعندها حريتها وتحب راجل وتجيب أولاد تحبهم، وعندك مرأة ماشي عارفة روحها من خلفها، من ماش عارفة وشكون هي، مش عارفة وش تحب وش تدير، خطر من اللي كانت صغيرة وهي عايشة في خوف في كما كامل كبرنا. وراه نفس الشيء للراجل، الراجل ما على بالوش، الراجل راه مبحر، الراجل راه ما يش عارف راسه من ساسه. تزيريين الرجال راهم لا شعوريا وشنو هذه تاع يمشي مع شكارة لابسة شكارة وشكون، راهم بحر كيف كيف، لا ماشي كثر كما قلت لكم قبيلة، لا ماشي كثر، ما يقدرش يعيش وحده، ما يقدرش يعيش بلا مرة تخدم عليه. وشكون الديريين اللي يعرفوا يسلكوا راسهم إلا يطيب الروح واللي يغسل حوايجه يقولوا له تبهديله. انا نطيب وحدي ونغسل وحدي ونعمل كل شيء وحدي، حتى ولو دا معرس انا نطيب وانا نعمل كل شيء وحدي. فوالا، مي كاين جزائريين كيما انت، انا راني نعاودها ونقولها ونعاودها باللي الجزائريين الناس نغمو وحرار وكامل مزيه كاينين، بصح ما كاينش بزاف وراه هذا المرض الجديد راه يقطع فيهم. تسالت على المراه علاش تربي ولادها هكذاك. المراه اللي تحقرت في الصغر تاعها كي تكبر هي وتربي ولادها ولاد يولوا شويه رجال، كاين واحد الانتقام لا شعوري يخرج. الانسان المريض ما يقدرش كي يكبر يولي انسان لاباس عليه، الانسان المريض يكبر مريض، هذا ما كان، وكبر ولاده بطريقه مريضه بوان. وحنايا الامومه راهي دايره دي ديغا. مره اخرى قلت لي انت مازال عندك امل، فهمت؟ لكن في الحقيقة شنو هو توا ناوية تعمل وانت وصلت معناتها العمر اللي نجم نقوله يعني صعيب تلقى راجل كيما تحب انت، خاصة في البيئة اللي انت تعيش فيها مهما عملت، فهمت؟ هذا هو السؤال متاعي. من بعد سؤال المرجان هو كيفاش نجم يعني ننصحوا الشباب الصغير، هل يعرس خاصة النساء، هل تعرس صغيرة وإلا تقرا على روحها وتثبت وجودها حتى ولو ما لقتش راجل؟ يعني لازم نفهم حاجة أنا حبيت مرجان تتكلم فيها، راهو المرأة ما غير راجل ما هيش انتهت الدنيا، فهمت؟ يعني ما غير زواج نقص مش انتهت الدنيا، تنجم المرأة تمارس الجنس متاحها بكل حرية، تكون عندها مثلا تو في أوروبا، هون في أوروبا المرأة تلقاها تخدم وقارية وعندها سيارة وعندها كل شيء، وهي كتعيش العلاقات الجنسية متاحة، ونهار تلي تحب تجيب ولد تجيب ولد على روح كل حرية، يعني ما هيش مجبورة باش تعرس. إذا هذا هو السؤال بتاعي كان فضل. بالنسبة لي أنا صراحة أقول اسمها يقولوا اسمها لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، يعني سيسوغ أنا عندي دي بروجي، في عندي مشاريع في حياتي، قلت لك ندير دراسة جامعة، لكن ما يمنعش اني لو كان صادف الشخص يعني اللي يكون في العمر تاعي ونتفاهم معاه مناسب ممكن يكون فيها زواج، يعني انا يظهر لي ماهوش مستحيل هذه يعني. لكن كهنة يعني انت مصرة على الزواج الى الان؟ يعني مصرة على انك مثلا كان لقيت واحد مثلا يعجب وكل شيء تنجم تمارس معاه الجنس ما دير ما تتزوج ولا تعيش معاه، فهمت؟ ولا لازمك الزواج؟ لازمني الزواج، لانه نقول كي قدام المجتمع انا ما نقدرش نبقى نعيش في الظلام، انايا تاع ندير علاقه جنسيه ولا علاقه في الخفاء ونبقى انايا في مشاكل اللي راني نتخبط فيهم. درك انا صح راني مستقله، عندي سكنه وعندي فواتور ولاباس بيا، بس حنا نحتاج للراجل، الانسان كريم مش دايما يبقى صحيح ودايما يحوس على الجنس، ولا راه ممكن انسان يطيح مريض يحتاج للمساعدة. كذلك أنا مهما المرأة واش تكون قوية، يعني نقول كاني قوية ومتطورة ومثقفة وما نعرف واش، بصح أنا نحتاج لرجل أنه يتحمل معايا المسؤولية ويعاونني في الدنيا هذه، من ناحية العاطفية ولا من ناحية الجنسية ولا من ناحية
يعني الانسان يحس بالوحده، يحس بلا سوليتود بالوحده. لكن تنجم تعيش معاه ما غير عرس، يعني توا مثلا قداش من راجل فهمت تيبدا معرس بمراه وقتها تمرض تطلقها ولا تقع لها حاجه وما يقفش معاها، وقداش من راجل في اوروبا وهي تعرف برجال يبدا غير صاحبته فهمت. انا نعرف واحد صاحبي مصاحب واحده مرضت يعني وقع لها شلل، تصور مصاحبها ماهوش راجلها وبقى معاها 10 سنين حتى لين معناتها ماتت وهو لاهي بها وهو ماهوش معرس بها بالكل وما جايبش منها اولاد ولا حد شيء. يعني انا نهدرك، انا مثلا انا نهدرك سمع على حسب المنطقه تاعي وين ساكنه، انا ما نقدرش راجل يجي عندي يدخل ويخرج عليا في لابارتمون تاعي هكا ونورمال والناس يتقبلوني والعائله تاعي تقبلني. دوك العائله تاعي راهي ماهيش بعيده عليا، تسكن بحدايا ماهيش بعيده عليا بزاف، وكما الجيران وكما الناس كامل ما يتقبلوش انه راجل يدخل خارج على مرا وهو ما عندوش معها عقد الزواج. وانا ثاني نقول حاجه، انا مش غير المجتمع، انا ثاني ما نديرش فيه كونفيونس، يعني لانه الراجل اليوم يعني حسب ما نشوف انا اليوم راهو معاك غدوه ما يعرفكش كي ما يكونش عنده عقد زواج. ما انا ما نقدرش نقوم بهذه المخاطره هذه بهذه المغامره هذه هكا. صدقني حتى يبدا عنده عقد زواج ينجم يطلقك وهو عارف حاجه هي معليش، بس انا ام قدام المجتمع راني بقيمتي ما يداوليش مشاكل، على الاقل هذه كانت متزوجه وراجلها طلقها هكا. انا نهضر يعني حسب المجتمع. اوكي شنو تشوف مرجانة الموضوع هذا؟ انا نفهمها وراني موافقه كهنا، على خاطر المشكله راهي ماشي سهله كما راهي تبان لك، راهي واقع واقع واقع. شفت صرا في واحد المنطقه في الصحراء الجزائريه كانوا نساء عايشين مع بعضهم يخدموا ثم، يا اخي دخلوا عليهم رجال وذبحوهم، واش صرا فيهم واش صرا فيهم نسيت، اغتصبوهم ضربوهم. على خاطر في الجزائر المراه اللي عايشه وحدها راهي مراه تحوس على المشاكل، راهي مراه ماشي مليحه. انا راني في وقتي انا كانوا مستحيل طفله تكون في ابارتمون وحدها، ديك خطره كي سمعت دوكا كي سمعت بلي كاينه راهي ساكنه وحدها راهي كاين تطور، كاين تطور. في وقتي انا سيتي مستحيل سواء تكون مع خوها ولا مع عمها ولا مع باباها ولا مع وليد خوتها ولا نيمبورت، ما تقدرش تعيش وحدها ولا مع جداها ولا نيمبورت. دونك هذه نفهمها ونفهمها ماشي افكار، هذه راهي واقع واقع، يعني يقدروا يدخلوا عليها واحد يكسر الباب ويصرى لها مشاكل، هذه واقع. يعني ما تقدرش بالواقع تعيش بلا زواج، يجوها مشاكل واقعيه هذه ما فيهاش كلام. انا متفقه معها وماشي خاطر انا داكور انه تصرى هكذا، ماشي دوك كهنا ما راهيش تقول مليح تصرى هكا، راهي تقول واقع، الواقع يدير اني ما نقدرش ندير رايي. فوالا لا ديغنيغ، الجواب الاخراني عنده علاقه على هل البنات ولا الرجال يتزوجوا صغار ويجيبوا هكذا ذريه خير، ولا يقرا ويدربوا ويعيشوا حياتهم وبعد يشوفوا. شوف السؤال، هل الاحسن يكون الواحد سوا، كيفاش نقولوا بالعربيه، يفوا ميو اتر سوا، يعني يعرف نفسه يعني تكون يعني ذاته فوالا. هل المهم اني جي رياليزي يعني كيفاش نقولوا يعني حققت فوالا صحيت حققت الشخصيه تاعي، حققت وشكون انا وادركت وشكون انا وشكون مرجان، لحقت واحد الوقت خلاص مرجان هي فلالا هي واعيه تحقت، بالك كنت في عمر 30 سنه كي لحقت لها ولا 28 ولا فوالا. كهنه كيف وشكون هي كهنه، نروح لواحد الرغبات لواحد الحاجات لازم نعملهم باش نكون نفسي، خاطر في 15 انا كنت مراهقه برك كنت ما نعرفش مليح نفسي، ونفسي باش نعرفها نعرف حبيت ندير هاد الدراسات ننجحهم ولا ما ننجحهمش، اي ندير الدراسات كان امتحان زياده كان كونكور شكون انا هي، ننجح الكونكور نديره ولا ما نديروش. هذيك هي تحقق اشياء اللي هما هذاك التحقيق تاعهم هو اللي السامبوليز يرمز
من هي أنا؟ هل هذا هو المهم أو نولد خلافة مورايا المهم؟ كي نولد خلافة مورايا 20 سنة ولا 22 سنة ونكون أنا ما حققتش شكون أنا، ما أدرتش شكون أنا، هذوك ذراري كيزيدوا شكون اللي يربيهم؟ أنا ربيهم أنا يماهم، ولكن هذيك أنا يماهم شكون أنا هي؟ نكون هاني ما نحققتش روحي جزكوبو، ما نكون أنا ما حققتش نفسي حتى للطرف، ما لو شكون اللي راح يربيهم؟ يربيهم المجتمع ويربيهم لا شعور تاعي اللي راهو هو بذاته ما تكونش، وهكاك الغلطات يسيروا يعاودوا في الأطفال. أنا عندي في الاختيار هذاك، طبعا الاختيار هو نحقق شكون أنا أولا، أولا من بعد ندير الأطفال، خطر الأطفال راهي ماشي ولد برك، ولد برك سهل، المشكلة هي لازم تربيهم، تربيهم يعني حاجة راهي ثقيلة 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 بالبزاف، وما تقدرش تربيهم مليح إلا أنت بذاتك كنت ما كملتش نفسك. أشكراني كلا خطر ما نهدرش مليح العربية. شوف الأختي لا واضح، واضح كلامك، واضح فهمتك، لا كلامك ياسر مهم جدا، هو تحقيق الذات. حبيت رأيي كاهنة. لا أنا حبيت زاد قبل ما تعطي رأيها كاهنة نزيد نسألك سؤال آخر، معناتها تجاوب وبعد لا تجاوب مرجان، هو ما عملتش برنامج انك تخرج من الجزائر تعيش مثلا، تربط علاقة مثلا حب او علاقة جنسية مع انسان غير مسلم، ما غير ما يعلم حد، بعد المجتمع منافق، فهمت يعني خارج الجزائر، فهمت ما فكرتش في المسألة هذه؟ يعني انت تو مثلا 50 سنة لازمك من المفروض انك تعيش ذاتك، فهمت؟ تقول لي انت ما عادش ناثق في الرجال وما عادش ناثق في الرجال، فهمت يا اخي؟ الرجال فما في 3 مليارات راجل في العالم في كل الدول، فهمت؟ علاش يعني شديت في منطقه معينه فقط؟ انت معناتها حتى في المنطقه نتاعك اللي تعيش فيها يعني ما مشيتش للجزائر العاصمه، مثلا في الجزائر العاصمه فما اللي نساء تعيش وحدها ويدخلوا او عندها صاحبها وعادي، فهمت؟ لا في الجزائر موجود، في كوبا شفت عباد هكاك عايشين، فهمت؟ لا لا يا رجال نجاوبك الأخ كريمة. لا أي جاوب ساعة مرجانة على السؤال متاحة وبعد جاوبني أنا. هي أنا النقطة اللي كانت تهضر فيها، كنت تهضري فيها الأخت مرجان، هي أن تهضري على كيفاش الواحد يربي ولادته، إذا كان هو محقق ذاته كيف هو يقدر يربي ولادته. إيه فما أنا يا أنا لبوان هذا علاه قلت كان عندي بزاف خصوصيات في من ناحية الزواج. الأخ كريم المرة اللي فاتت قال لي الأولاد بالنسبة لي هو أحسن حاجة في الدنيا هذه، قال لي هيك الأخ كريم، بصح أنايا هذا وجهة نظري، هذه وجهة نظري أنا كهنة. إيه بزاف الناس يعني على بالي وجهة نظرك، بصح أنا علاش أنا ما عنديش هذاك ليدي هذه علاه؟ لأني أنا الأخت مرزانة أنا كيما والدية زبجو صغار، بدا زوج لاج دو 17 طون يما 18 طون ولا يما بلوتو بابا 18 طون يما 17 طون. ايه انايا انا هي الكبيرة. ايه سما انايا نقولك حاجة، انا في حياتي عمري ما حسيت روحي راني مهمة عند والدية كما راه يقول كريم. ايه عمري ما حسيت باللي راني حاجة نمثل لهم حاجة ولا يخمو ولا حاجة مهمة بالنسبة ليهم. عندهم الاولاد بزاف يعني يصنفو كاين اللي ماتوا كاين اللي عاشوا كاين هذه لا مونتاليتي سي بور سان. يا نقولك حاجه انا عمري ما يعني من ناحيه الاولاد هذو عمري ما حسيت بالنقص هذا ولا نحب نجيب اولاد ولا لا بروميير دي شوز اللي كنت نخمم فيها هو اني نحقق طموحاتي واهدافي في الدنيا هذه. من بعد جاوا ما جاوش سي با غاف. انا متفقين درك نجاوب الاخ كريم على هذيك السؤال تاعو تاع ما خممتش. ايه والله نقولك انا رجال يعني رجال نشوف فيهم يعني انايا هكذا على بالي كاينين رجال ناس ملح بصح انا ما شفتهمش انا واش شفت غير القسوه، شفت غير القسوه من الراجل، ما شفت منه حاجه مليحه، ما شفت الراجل ما هزني لا من الناحيه الماديه ما هزني من الناحيه العاطفيه، نبداوها من لو بير تاعي نبداوها من لو بير، ما هزني من الناحيه الماديه ما هزني من الناحيه العاطفيه تسمى، وزاد كي جيت باش ندير علاقات لقيت غير القسوه من طرف الراجل. يعني الرجل انا درك راني شغل
راني تخليت عليه نهائيا وتخليت وقلت في وقت من الاوقات الجنس هذا اللي راح يجي من عند الراجل اللي راح يجيب لي المشاكل ما كان له منه. على هذا كما قلت المره اللي فاتت راني عندي برود جنسي تام، يعني من ناحية الجنسية راني ما نخمش فيها وما نحسش بها نهائيا. طبعا انا على بالي يعني من ناحيه بلا سيكولوجي على بالي بلي جي او دي شوك كيما نقولوا افكتيف، الشوك هذوك اللي خلوني يكون عندي برود جنسي. واكيد مانيش الوحيده يعني في السوق عند نساء اخرين اللي صار لهم نفس المشاكل. ما على هذاك انا ما نخمم بلا لا في الجزائر اللي من داخل لا في المسلم لا في الملحد لا حتى في واحد، جاوني رجال كل كيف كيف وكل قاسيين هكا. واش راح نقول لك انايا بربي حبيت نسألها سؤال، يعني سؤال يمكن يكون شخصي كان متحبش النحي. سؤال، الجنس ما هوش مختصر على معناتها الرجال برك، باهي يمكن ما عادش تثق في الرجال نتيجة الصدمات أو تفسر لنا مرجان المشكلة، يعني هذه البرود الجنسي نتيجة الصدمات هل هو واقع وحقيقة أم مجرد خيال؟ أما المسألة ما جربتش أنك تمارس الجنس مع امرأة؟ انا ما عنديش الميول هذه انا يا. لكن النساء الكل عندهم الميول هذه. لا 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 يعني لا ما تنجم تعملوا يعني لا لا شو كريمة راك واحد الواقع ما راكش حبت انا ما نفهمش المرأة سامحني انا ما نفهمهاش المرأة فهمت لا 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 واحد يعني الواقع كل صراحة يا مرجان انا المرأة ما نفهمهاش اوكي لكن مثلا نقرا في دراسات يقول لك تولي فام سو هوموسيكسوال نو 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 انا ينميل غير للراجل ما كاش منها هذه كاين دي فام هوموسيكسوال كيما كاين دي زوم هوموسيكسوال نعرف نعرف اما فما ينجم مثلا امراه ما عندهاش مانع باش فعود مثلا السو ماستيرب فهمت الفيل حتى هي ولو ايتيرو ولو هي معناتها تفضل للرجال فما نساء يعملوا مع نساء غير باش على خاطر كرهوا الرجال انا مانيش متفقه معاك، انا اقول بلي هذه قضيه ميول ولكن كاين واحد الواقع ما راكش تتقبله هو واقع تاع مجتمع كهنا لو كراهي عايشه في فرنسا لو كما راهيش هكذا هذا واقع راهي كل ما دور تشوف كيف كيف. وفي هذا الكلام اللي راهي تقوله هذا الراجل القاسي اللي يتكلم عليه انا نحب نهضر عليه بنظره واحده اخرى. هذا الراجل القاسي اللي راهي تهضر عليه انا نعرفهم خاوتي عمومي خوالي ولاد خوالي اتسيتيغا وهما ثاني راهم يعيشوا كيفاش نقولوا ان سوليتود. ميم الراجل اللي في عمره 40 سنه وتزوج مع طفله في عمرها 20 سنه راهو عنده ان سوليتود ما عندوش شريكه الحياه، عنده طفله هو 40 وهي 20 عنده طفله عنده طفله عنده سكلاب عنده اوبجي عنده واش حبيتو عنده خدامه في الدار عنده خدامه في الجنس ما عندوش شريكه الشريكه اللي تعاشروا تاع الصح. هذاك الراجل الجزائري راهو هو ثاني يتالم كهنا المجتمع تاعنا كل يتالم نسى يتالموا بطريقه اللي حكيتيها ورجال ثاني راهي كل واحد يسمي في دو لوتر كل واحد يشوف الاخر يقولوا راح تخدعني راح تخدعني. الراجل اللي قلت تخدعني ناخذها صغيره هكا نكرازيها هي تقول هذا هو المشكل البروبليم. وهي في الواقع تاعها راهي عايشه في دشره ولا في فيلاج ولا في فيل هذه حقيقه حقيقه يا كريم ما تقدرش الا في الزنقه كل يعرفوها الجيران كل يعرفوها. انايا في فرنسا وعندي مشاكل مع جيران مسلمين يعرفوني خاطر ولاد الجزائر مثلا فهمتني ودايرين لي مشاكل واش تقول انت يا في مدينة اللي هي عايشة فيها. هذا واقع ماشي غير في راسها هي واقع حقيقة ولكن هي عندها قالت لك انا راح نقرا ونروح نخرج ومنا الحياة انا راني داكور معها في حاجة واحدة اخرى لا فين ساغيت با 50 طون لا لا مازال لها 50 سنة واحدة اخرين مازال مازال تبدا دي زيتود جداد وتلاقي واحد اخرين ممكن كاش نهار تجيها جهه لا كاش نقولوا لا رونكونتر لا رونكونتر امبروبابل ولا انكرويابل تتلاقى مع مغربي مع جزائري مع تونسي مع عراقي مع على باليش مع واحد مع واحد خاطر كاين لا كومبليسيتي. انا نحب الناس تاع شمال افريقيا خاطر عندنا واحد لا كومبليسيتي نحبوها
انا عشت مع انا على بالك باللي عائلتي دارتها مع فرنسي، ولكن تخصك دائما كل حاجه تخصك، تخصك هذيك لا كومبليسيتي. دونك نفهم يعني ممكن تقدر تطيح في فرنسي في انجليزي ما على باليش، ولكن تقدر تطيح في مغربي في تونسي في جزائري. هو بذاته متحرر، هو بذاته كما هي، وقول نفس الكلام تندهش من الاول، تندهش تقول لك هذا، ويقول نفس الكلام ويفهمني. بيان سور هذه مازال بصح في الدشره تاعها ممكن اصعب، سي سور سي سور في الدشره سي سور. الواحد لازم يخرج، لازم يمشي، لازم كما قلت انت يروح للجزائر العاصمه يروح. بصح في وقتي انا كان مستحيل، على بالك مستحيل تحكم تخان ولا قطار وتمشي وحدك. دركا الامور تبدلت، كاهينه طفله وحده تقدر تفواياجي في الجزائر. لا انا حبيت نعرف توا معناتها تنجم تسافر فما حتى مشكل. لا انا معناتها شنو رايك في البرود الجنسي يعني اللي وصلت له كاهنه؟ هل هو برود؟ ماشي برود، هذا برودك قلت كما قلت لك ديك خطره الي اندورمي لي با مور، راقد يعني ماهوش. بيان سور حاشاه هي على بالها، حاشاه الا عندها صدمه بسيكولوجيك امبورطون، هذيك ما دخلناش فيها، هذيك امور شخصيه، ولكن هذيك امور شخصيه. ولكن قلت كي من لي شوك افكتيف سي بور سا عندي اون بور، ما لازم حتى كي نلقى شخص اللي يعطيني الثقه نلقى راجل. فوالا لامور تو رونكونتري لامور، تلاقي مع الحب هذا ما كان. وي ثم يرجع لي الجنس تاعي وترجع لي حياتي ويرجع لي كلش. صح بصح يرجع لازم تخرجي، خاطر ماشي وحنا قاعدين في مضرب واحد ويجي. وشنو هذه الفكره تاع يجي؟ ما كاش منها، واحد ما يجي، واحد ما يروح للاخر. برك الناس يخلطوا يتلاقاو، ماشي واحد يقصد ويمشي للاخر. هذه حاجه قديمه تاع الراجل اللي يروح يمشي يخطب الطفله، هذه حكايه قديمه ما كاش منها. لازم يتلاقاو، باش يتلاقاو لازم الواحد يعيش حياته يتحرك بكل حريه. هذا ما كان، هذا رايي. نسالك سؤال كاهنه، في حياتك فما شكون حبك حسيته حبك وانت رفضته؟ وعلاش رفضته؟ وعلاش رفضته؟ والله في هذاك الوقت انا كان في عمري 24 سنه 23 22 مش رفضت. هو الشخص هذاك كان قلت انا كان عندي مشاكل ماديه، انا كان عندي في هذاك مشاكل ماديه وعندي مشاكل عائليه وحوايج بزاف. هذاك الشخص كي جا قلت له تقدم، قلت له باش انا نتزوج نتهنى من المشاكل هذا. وهو كان بعد هو كي وفى في الوقت هذاك فاندازون كي راح لماليه قالوا له ما عندناش لي مويان وما عندناش باش نزوجوك وكامل. هو بغى يدير علاقه، يعني انا نقول لك الحق انا ما حبيتوش. انا في الوقت هذاك انا كنت حابه نتخلص من المشاكل. كي قال لي انا ما نقدرش الزواج قلت له خلاص مالا كل واحد يروح في طريقه. واحد برك يعني في حياتك حبك بصح ودخل المجتمع. كريم واش قلت لكم قبيله؟ هاو دخل المجتمع. سي كاين واحد من ليبيا نتمنى راهو يكون يسمع فيا. الاخر واحد من ليبيا تلاقيت معاه في كنت اون فاكونس في تونس، تلاقيت معاه واحد ليبي ما قبل المشاكل هذو اللي صار قبل الثوره تاع تونس، هذه قبل الثوره تاع تونس. الحق انسان انا تفاهمت معاه يعني في المستوى، هو استاذ جامعي في ماده علم النفس خالد، نتمنى راهو يسمع فيا. سمحنا تلاقينا وكنا بيان، بصح ما على باليش انا سما هو ما قدرش يفوت الجزائر وانا ما نقدرش نعيش في ليبيا. هذا يعني رفضت تعيش في ليبيا؟ يعني العلاقه بزت على خاطر المنطقه؟ مستحيل. لا هو بعد ما قدرش يفوت باغي، ما عندوش عنده بروبليم دو باسبور دو بابيي ولا حسب ما يحكي هو. ما هي على خاطر هو يدخل لتونس، الليبية يدخل لتونس بطاقة التعريف قبل عادي. لا بعد الثورة ما قدرش يدخل. ولكن كهنا بغيتوا بعضاكم. ايه سي هذا هو الحب اللي نهضر عليه. وعلاش ما مشيتش معاه؟ وعلاش ما مشيتش تعيش معاه؟ تمشوا في زوج وتروحوا بلد ثالث. امشوا حتى للسينيغال. فوالا
والله ما نعرف يعني هو ما قدرش يفوت ما على باليش عنده قالك المطار تاعو تاع ليبيا ما يخليوش الليبيين يخرجوا من ليبيا اي فما فتره هكاك عاودي اتصلي بيه هذا فركتي عليه العلاقه عندها ياسر عندها 5-6 سنين ايه بس غير بالفيسبوك برك اي يعني ايش علاش ضيعته ارواحوا لباري بالحق توا انت عندك الامكانيات وتنجم تسافر وتنجم كل شيء شوفي يا لو كان يا لو كان غير باش كيفاش نقولوا غير باش تحقي المعرفه وشكون فلان وشكون انت وشكون انت يعني تكملوا تعرفوا بعضاكم بحق الحريه هذا ما كان بلا ماشي دي كالكول ولا باش نو انا ما رانيش خطابه ولا سي با سا مي جوست يعني رانا في الدنيا حرار انا عرفت فلان نحب نعرفو نشربو قهوه على 5 تاع الصباح ولا 6 الصباح كيما نحبو يعني تعرفيه برك بكل حريه هذه برك لازم تديريها خاطر راكو حرار ويجي النهار اللي نموتو كامل وتكونوا ما درتوش حاجه سهله كومبليتوم برك انه تعرفوا بعضكم بكل حريه يعني هي فرصه ضيعتها تسمى ما تشوفش روحك كهنة ضيعت ياسر فرص في حياتك كيما خالد يعني انا نشوف فيه هو ثاني راهو يعني هو راجل يعني ما على باليش انا اسكو نلحق مانيش واثقه فيه يعني بزاف يعني يقول لك انا ما نقدرش نفوت في المطار تاع ليبيا ما يخليناش نفوتوا من ليبيا نخرجوا من ليبيا لا يعني لا فما فتره هكاك بالحق موجوده هذه والله انا درك انا ما على باليش هو ممكن يكون متزوج ممكن ما نعرفش الا عنده 50 سنه كيما انت يا هذه لازم تتوقعي باللي كان سوا مزوج ومطلق سوا مزوج ومازال مزوج هذه حاجه ممكن 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 ما يمنعش العلاقه ما يمنعش قلت كاني هو درك انا ما على باليش اني اسكو يعني حاب يكمل حاب ما يكمل ما على باليش اني انا الظروف تاعو والله اعلم بها ما نعرفش ايه اي مو لازمك تتعرف عليه لازمك تتعرف عليه اكثر هذاك علاش تقول لك مرجانه لازمك تتعارف وتحكي غير على التعارف غير على التعارف غير باش تنهي الحكايه هذا ما كان باش تعطي لها ان سويت ولا يعني للاخر المساله لازمك تكون واضحه هذا ما كان ممكن ما يصرى والو بيناتكم ما مانيش نقول ولكن برك ما تقعدش معلقه في السماء تعرفت بفلان وشفت فلان وفلان انا بالنسبه لي انا ما انا بالنسبه لي انا منتهيه يعني مادام الانسان منتهيه يعني لا منتهيه يا كهنه انا نشوف عندك نوع من الياس لا لا منتهيه بالنسبه لي ممكن يكون يكذب انا ما سما انا على بالي بلي رجال يكذبوا ممكن يكون الزوج وقاعد يتمسخر في الفيسبوك ويهضر نيمبورت كوا ما الى غير بالفيسبوك سي سور مش سور مش سور ما تعرفش ايه بصح الى غير بالفيسبوك الى ما شفتوش ما مره انا قلت لنا باللي عرفتيه مره في ها شفته مره مي قلت لك دوكا حاليا ظروفه ممكن يكون يكذب عليا انا الانسان ما على باليش هو يعني انسان لاباس به يعني مليح بصح دوكا هو 4 سنين ما شفتوش ما على باليش انا ممكن يكون مري وعنده الولاد الصغار ممكن ما نعرفش انا يا ما نعرفش بوسيبل لازمك تعرف الحكايه للاخر فوالا ما نعرف لا هو بعيد عليا لكن قاعد يكذب عليا ما على باليش انت علاش تسبق في الشر سبق الخير ما نعرف المهم ما تعيشيش في الوهم كملي كلش انا ماشي سمعتيه انا جاوبت انا جاوبت على الاخ كريم برك يعني كي قال لي ايه سما وي 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 انا عايشه نورمال انا عيشي حياتك كما قلت انت يا راكي شرحتيها مليح انت يا راكي حاجه اللي مليحه لو كان جو كامل الجزائريين كما انت ما عندناش المشاكل على خاطر خطرتي انك تعرفي دابور نفسك وتحقي دابور نفسك لو كان ربيتي ممكن تربي ناس تربيهم مليح تربيهم انهم يولوا اشخاص تامه اما لو كان تزوجتي 20 سنه ولدتي 5 ولا 6 اطفال مع المجتمع 4 عام يخرجوا 5 ولا 6 بالجلباب وبالك روحوا لسوريا فهمتيني كيفاش دونك هذه هي الطريقه برك زيدي لها انه خرجي شويه كبري لاخر ديامتر هذا واش سافر سافر اخرج اخرج لبرا اخرج امشي للبلايص تعرف على العباد اعمل فاكونس اسمعني كهنه اعمل فاكونس امشي للبلايص فانت ما تقعدش في بلاصتك على خاطر راكي اونتوري بار دي جون مالاد
عندك عندك خدمه ستابل، عندك كل شيء يا سيدي، اعمل مرتين في العام فاكونس، جمعتين نمشي لتايتي، نمشي لفرنسا، نمشي لاوروبا، نمشي لاي بلاصه، نمشي للصين، فهمت؟ اعمل دي فواياج اورغانيزي، يعني اسفر مبرمجه، فهمت؟ مع مجموعات، يعني عيش حياتك على الاقل. راه في الحركه هذيك يمكن تطيح على الانسان اللي يعجبك واللي تعجبه. وما تعيشي برك تبدلي هذاك لو روغار تاع الاخرين، يعني تشوفي عباد، خاطر راكي عبد كيما عباد الاخرين كامل. وشنو الحاجه اللي تعجب فرنسا؟ هي انك تمشي بلا ما واحد يشوف فيك، هذا ما كان. ايه يعني معاك انا بيان سور، انا عندي دي بروجي قلت لك تاع الفواياج اورغانيزي، و ثاني راني عندي هذاك البروفيسور برينو لالمون هذاك، ماني كونتاكتي، يبعث لي ديما لي انفيتاسيون تاع لي كونفيرونس تاعو. لو ديفلوبمون بيرسونيل تعرفيه مرجان؟ وي وي، ديفلوبمون بيرسونيل يعني سي بلوس رابيد. انا يا انا درت بسيكولوجي واحد اخرى درت عميقه، بصح ديفلوبمون بيرسونيل عنده حاجه مزايا، مزايا ملاح، وهذوك المزايا هو انه يعني كيش نقولوا سي لا بسيكولوجي رابيد، يعني الواحد يرتاح بالخف، ما يروحش بزاف في العمق، ولكن يتعلم يدافع على نفسه. الى الوداتراكسيون كاينين بزاف، كاينين. شوفي ما تحك الحكمه هي انه هذون كامل يعني شغل سي دي جادجت، من على عامين يخرجوا واحد اخرى، خطر ماشي علم النفس العميق راهو ما يعرف، راهو معمر بالشك. نفس علم النفس اللي تدرس في لابسيكياتري وقاعيتي معمر بالشك، خطر رانا ما نعرفوش، ماشي حاجه ثابته، هو ماشي حاجه ثابته، ماشي سيونس اكزاكت. الوغ رانا نمشيو غير باللي زيبوتيز، وهذوك اللي يجوا يعني لا لوا داتراكسيون لا هذه لا هذيك، فيهم دائما حاجه صحيحه، بصح من بعد تيك فيهم حاجه سريعه باش يحبوا دي ريزولتا. مالا كل خمس سنين تخرج حاجه جديده، ولا كل عامين تخرج حاجه جديده، مي سي با غاف. انا مانيش نقول ضد ولا ماشي ضد، الحاجه اللي تمشي اكل مليحه. انا بالنسبه لي حسب معناتها المقابله الاخرى والمقابله هذه مع كاهنه على با بوزوان لا بسيكياتر لا بحد شيء، كاهنه انسانه عاديه. وي كاهنه انسانه بنات شخصيتها، انا داكور، كاهنه انسانه قائمه بذاتها، مستقله ماديا معنى. وي انا بالنسبه لي فما مثل الفرنساوي يقول لك افون 50 طون اون ابرون ابري 50 طون اون في، يعني قبل 50 سنة نتعلم وبعد 50 سنة نعيش اللي تعلمناه. أنا نشوف نصيحتي ليك، وباش نعطيك الكلمة توا باش تقول الكلمة الأخيرة من بعد تقول مرجانة. أنا بالنسبة لي نصيحتي ليك يا كاهنة، أنت مستقلة ماديا كل شيء، عندك خدمتك أمورك مريقلة، عيش حياتك مع المجتمع المنافق اللي هو ينافق نافق معاه، وأعمل رحلات مرتين في العام، فهمت؟ امشي شوف العالم، امشي شوف شعوب اخرى، امشي شوف ثقافات اخرى، امشي شوف الناس كيفاش تعيش، فهمت؟ نظم حياتك، كل عام تعمل سفرتين حتى 15 يوم، اعمل ريزرفاسيون وامشي في اوتيل وانت مرتاحه، يمكن تطيح على الانسان اللي تعجبه ويعجبك. به نعطيك الكلمه الاخيره كاهنه ليك، فهمت؟ معناتها باش تتكلم ومن بعد نعطي المرجان، تفضل. ايوا ما هي النصائح تاعك الاخ كريم، يعني منطقيين وملاح، يعني راح ندير بهم. الكلمه تاعي الاخرى هو اني نشكرك بزاف يعني على الفرصه هذه اللي مديتها لنا باش نقول راينا ونتحدثوا في المشاكل تاعنا، سواء في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب. المشاكل تاع المراه، يعني الحق المراه نساء مغاضوني بزاف على هذا، يعني حبيت قبلت باش ندير مقابلات هذو باش نهضر انايا، يعني نهضر عليهم بعد، ماشي غير نهضر على مشكلتي انايا الشخصيه. ما قلتش بزاف لي كيما انايا، نتمنى راهم استفادوا من هذه المقابلات هذو، ونتلاقاو ان شاء الله في مقابلات اخرى. وشكرا. شكرا. مرجانة، اعطينا التحليل بتاعك عندك يا سيدي. اولا ان نوافق كاهنه، وانا ثاني نشكرك على هذه الفرصه اللي عطيتنا باش الجزائريين الجزائريه التونسيين المغاربه كل يفهموا اللهجه تاعنا يعرفوا رواحتهم. المراه راهي في حاله صعيبه بزاف، وفي حاله صعيبه تاديها انها تربي ولادها بطريقه ماهيش ثابته، وتعاود هذاك المرض يكمل. ونحب نقول باللي الراجل ثاني انايا من كاش نقولوا
انا مانيش دايره تغول، راني دايره ضحيه. يا لو كان هذيك الضحيه اللي هي اللي رافده المطرق وتضرب به، يا لو كان هذيك الضحيه هي اللي راهي تجلد، فهمتوني؟ اخر شيء راني موافقتك يا كريم في النصائح اللي عطيتهم كهنا، خاطر هما كم الكلام اللي قلتو هو هذاك هو اللي لازم تشوف الشعوب، تشوف الدنيا، تشوف الارض، تشوف العالم وشنو، وتلقى ولا ما تلقاش هذيك ثانويه، تعيش حياتها وكاش تحقق وشكون هي باش تلقى نفسها، خاطر هي ما تسحقش دواء ليها، راهي لاباس عليها، اللي حواليها هما اللي مراض. بالفعل المجتمع هذاك هو اللي لازم له يداوي، ولكن من علم النفس يساعدها، خاطر يساعدها باش تفهم كيفاش المجتمع تاعها راه مريض. هذا ما كان يساعدها انه ما تطيحش ثقه في نفسها، هي ما هي راهي دايره ثقه في نفسها، ولكن يساعدها باش تحلل المرض اللي حواليها. هذا ما كان، ولكن صح هي ماشي مستحقه لنفسها. راني متفقه معك. شكرا شكرا كاهنه، شكرا مرجانه. في الحقيقه معناتها مقابله جدا شيقه، يعني تطرقنا الى عده نقاط، انا فيما بعد النقاط اللي انت طرحتها مرجانه جدا مهمين، كما ان كاهنه طرح معناتها تكلمت باكثر وضوح المره هذه وباكثر شجاعه. كاهنه انسانه فهمت واثقه من نفسها، قائمه بذاتها كما قلت. كما قلت لك يعني ما نزيدش نعاود نقول لك هذيك هو الحل الوحيد، ونتمنى تكون عندنا مقابلات اخرى في مواضيع معينه او حتى كضيفه في مواضيع اخرى في هذا معناتها المجال، ومعاه فيديو قادم وبسلامه.